أزمة تصدير المنتوجات الفلاحية من ولاية الوادي لدولة ليبيا تتواصل ولأسباب مجهولة، حيث تتواجد شاحنات على مستوى المعبر الحدودي التجاري بوشبكة منذ أزيد من 13 يوما، فيما بقيت شاحنات أخرى على مستوى ولاية الوادي تنتظر انفراج أزمة العبور التي تسببت فيها الجمارك التونسية. بوابة بتاع تونس لقينا مشاكل معاهم، في طلبوا علينا إعادة تحاليل للبضاعة، وإحنا دايرين اتفاقية بين إحنا وليبيا باش نصدروا لهم المنتوج تاع البلاد تاع ولاية الواد. هذه الشاحنات محملة بالبطاطا وبصل وبيض وغيرها من المنتوجات التي تشهد فائضا في الإنتاج على المستوى الوطني، في حين يعاني الفلاحون من انخفاض في الأسعار بسبب وفرة الإنتاج. وتسببت إجراءات عرقلة عبور المنتوجات الفلاحية الجزائرية إلى دولة ليبيا إلى معاناة المصدرين على مستوى الجزائر وكذا المستوردين على مستوى ليبيا. المفروض نكونوا في ثالث يوم رابع يوم بالكثير نرجع لليبيا، فما الإجراءات التصريحات والإجراءات الديوانة وإجراءات الجمارك وإجراءات العبور تأخذ في وقت أكثر من اللازم. كنا معدنا هنا في وادي سوفا مضاربين 12 يوم، كما أنا راني جايب لهم السلعة من المستغالة من اللي هنا، سلعة بصل كما نقولوا مواد غذائية، حوايج اللي يدوها يستنفعوا بها هما. وينتظر المصدرون وسائقي الشاحنات انفراج هذه الأزمة التي باتت تؤرقهم وقد تؤدي بهم للعزوف على استيراد المنتجات الجزائرية إذا بقيت العراقيل تراوح مكانها، فيما أجمع الكثيرون على ضرورة فتح المعبر الحدودي الدبداب بولاية إليزي لإنهاء الإجراءات البيروقراطية التي تواجههم.